نقف اليوم بنفس الحزم وبنفس الثبات ضد هذه المنظومة التي تكرس كل بوادر الدكتاتورية وكل بوادر الاستبداد. سندافع عن الحرية بأصواتنا وبأجسادنا وبأقلامنا وبضمائرنا وبكل ما أوتينا من قوة. الخطر الداهم هو كثرة الانتهاكات وارتفاع خطير جدا لوتيرة الانتهاكات والاعتداءات يعني الجسدية على الصحفيات والصحفيين، خاصة أثناء تغطية التظاهرات والفعاليات الميدانية. نقولوا أن السلطة دائما مهما كانت السلطة، اليوم سلطة رئيس الجمهورية هي المسؤولة على كل هذا التراجع، خاصة وهي مطالبة باتخاذ إجراءات واضحة، إجراءات عملية تحمي حرية الصحافة، تحمي الصحفيين من الاعتداءات. مادام عندك اليوم رئيس جمهورية ما عندوش اليوم ناطق رسمي، مادام عندك قصر يعتم على المعلومة، مادام عندك رئيس حكومة ما عندهاش أيضا ناطق رسمي، مادام عندك اليوم معناتها قوانين تصاغ وحادية الجانب، خلينا نقولوا معناتها في قصر قرطاج، ومن بعد نسمعوا بها عن طريق الفيسبوك، هذا متوقع. ناهيك اللي فما العديد والعديد من الاعتداءات اللي كثرت، اعتداءات على الصحفيين، اعتداءات أمنية على الصحفيين، منع من العمل، منع من المعلومة.